نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطنية التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام الجاري، حيث أظهر التقرير نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، مدعوما بارتفاع القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 3.5%. وتؤكد كافة المؤشرات في التقرير الاقتصادي الفصلي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والخطط والبرامج التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي. سلط التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2023 الضوء على الأداء الاقتصادي للمملكة وأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية المساندة وصولا إلى الأهداف التي وضعت لتحقيق التعافي الاقتصادي. وتحدث التقرير عن النمو الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 2% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% وبلوغ متوسط النمو الفصلي على أساس سنوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حوالي 5.7%. فهذا يعني أن مملكة البحرين تغير مسار الدخل الذي اعتمدت عليه منذ عقود وهو النفط إلى مصادر دخل متنوعة وتحقق منه نتائج واعدة. ولهذه النتائج تفسيرات توضح معنى النمو ومدى الإنجاز المتحقق. شهدت القطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة نموا إيجابيا، وذلك بتحقيق قطاع المواصلات والاتصالات النمو الأعلى بتسجيله نموا 11.2% مدعوما بنمو مؤشرات القطاع المختلفة، كما نما قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 5.3%. وهذه الأرقام تؤكد الاستراتيجية الرصينة للحكومة في تنفيذ خطط التعافي، فقد حققت مملكة البحرين تقدما بخطى واثقة على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية بواقع 25 مرتبة لتحل في المركز 34 عالميا من أصل 139 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023 الصادر عن البنك الدولي. كما صنفت المملكة من بين أفضل 10 بيئات حاضنة للمؤسسات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات العالمية الأخرى.